ولا تونس مغاوري؟ لا معاكم. لا تونس مغاوري. لا 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 معاكم خلاص. لا تونس ما خلاص قلنا معاكم بقى. خلاص خلاص عم زقرو. لا يونس مغاوري. ما خلاص بقى. خلاص كده اتفقنا ها؟ بكرة نتقابل عندك في الفيلا. عند مين في الفيلا؟ عندك انت يا عمرو، مش قلت ابوك مسافر؟ صالح مش هينفع، صالح انا ابويا لو جه وعرف هينفخني. خلاص نقعد هنا بقى وامي تسمعنا وبلغ عننا. لا 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 خلاص عندي. ليه امي بلغ عننا؟ لا 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 خلاص عندي. بس انا بلغ عننا. خلاص بقى عندي في الفيلا. لا امي بلغ عننا. ما خلاص بقى اعمل لنا قفله. يا سلام. انت استأذنت من مين يا متخلف انت قبل ما تنزل البول؟ خلاص يا عم ما تزعلناش. الله اللي قول لي يا ده عبود تقعدين هنا على طول. ايوه يا ابني بيتنا. يعني انت هذا عمرو انت وابوك وعيلتك كلها بتصحوا تشوفوا النعيم ده كله؟ لا لا يا عم ابوك قاعد قد ايه بره؟ 15 يوم يا زقر. حلو قوي قوي 15 يوم دي. جيب هنا بقى ايه قاعده عربي وهنا شوايه عشان ايه هو اللي حلو؟ ايه هو قاعده عربي وشوايه ايه؟ بص يلا احنا متجمعين في الفيلا انا وانت وصالح علشان مش هينفع نتجمع في بيته عشان امه، فما تظبطش بقى وتعمل حسابك انك هتقضي بقيه عمرك هنا. خلاص يا عم الله احنا قلنا حاجه. اقعد يقول لي تقضي معناتك وحياتك والكلام ده. اقعد ساكت بقى. اقعد ساكت بقى. ايه بس في ايه؟ صالح انت اتاخرت ليه يا صالح؟ وبعدين انت مش هينفع تسيبني مع الواد ده كتير. ما هو قاعد بنقف في ميه في حاله وعمر ما لكش حاجه. دورت الحوار في دماغك ولا ايه؟ اه دورته. وشكلها كده يعني في خطه. حلو قوي. بس اطلع لي بس الميه عشان نعرف نتكلم. طب ثواني بس ثواني. صالح هو بيعمل ايه؟ زيرو انت بتعمل بيبي في الميه؟ لا لا زيرو انت بتعمل بيبي في الميه؟ بقول لك لا مش بيبي. ما لو مش بيبي يا صالح تبقى انيك. اطلع يا حيوان اطلع يا حيوان من الميه. خلاص يا عم ما توقفش فينا كده. اه بقى اعمل بيبي في الميه. اهو بيعمل اهو بيبي في الميه. انت بتعمل ايه في الميه؟ بس بقى يا رب اطلع بسك بقى. هم بيشربوها هي بقت ورد. ده مقزز يا اخي ده كان مقزز. بقول لك ايه يا عمرو عشان خاطر استحملوا شويه بقى عايزين نستحمل بعض. صالح انا ما عنديش مشكله معاه. اتفضل يا سيدي. بص اتفضل. لابس ايه ده؟ انا لو مربي سيد قشطه ما كانش هيبقى مقزز كده. ما انت برضه الواحد ليه طاقه يعني ادافع عنك اقول ايه؟ ايه الخرا اللي انت لابسه ده؟ ايه يا عم ده طالع موضه في شرم الشيخ والغردقه ده؟ انت خدت ايه بس؟ اه الله انت مش شايف. اقعد بقى وتعب بقى ساكت بقى. حاضر يا عم. حاضر دجلك دي. اسمعوا بقى يا رجاله انا وصلت الخطه والخطه دي هتكون كالاتي. احنا هندخل البنك لابسين ماسكات على وشنا عشان محدش يعرفنا. هنسيطر على الناس اللي في البنك بالسلاح اللي معانا. بعد كده هننزل على الخزنه الكبيره هنفجر الباب بتاعها بقنبله عشان المفاتيح مش هتكون موجوده في البنك. لما الباب يتفتح هنعبي الفلوس في شنط كبيره ونخرج من البنك زي ما دخلنا بالشياكه ومعانا 15 مليون جنيه. 15 مليون جنيه. يا سلام يا سلام. يعني احنا كده عايزين ماسكات وسلاح وقنبله وشنطه كبيره عشان نشيل فيها الفلوس. صح كده. سيبوا موضوع الشنطه ده عليا. تعجبنا يا زيرو. حلتها انت كده. انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. ليه؟ لسه في سلاح وقنبله ووجع دماغ. لف سجاره. مرلول وجاهز. صالح انا عندي وي في موضوع السلاح ده. بتتكلم جد؟ وحياه ربنا. ازاي؟ انا عندي واحده صاحبتي على الفيسبوك بتبيع الكتريك وسيلف ديفنس. البت دي يا جدعان جدعه جدعانه وهتعمل معانا واجب ابن لذينه في الفلوس. بتصدق قد انت الابن لذينه؟ ميرسي. ديفنس ايه والكتريك ايه يا سيس؟ احنا رايحين نتخانق في المدرسه. يعني على فكره هي ممكن يبقى عندها حاجات تانية يا صالح. ايه بقى؟ مسدسات خرز ومن شايكو مثلا؟ انا مش متاكد من ده يعني يعني مثلا شفت عندها مره عارف النجمه بتاعت النينجا اللي هي الحديد دي اللي بتلشق؟ ايوه المثلثه دي. ايوه دي. انا استقدر بكذب انا قاعد معاكم والله. يعني انا مش عارف انا بتكلم مع مين. واحد البشام لحس دماغه والتاني سيس عايز نروح نسرق بنك بنجمه نينجا. بالهداوه يا نجمه. الله كل حاجه تيجي بالهداوه. سيب موضوع السلاح ده عليا انا. اتفضل اتحفني زي اخوك. انت بتقارني بعيل زي ده؟ ده عيل بيتشات وبيشير. بس يالا بس عليك تاني. لا لا معلش ماشي عندك حق يا معلم زيرو. ها بقى هنعمل ايه؟ هنروح نثبت اسم ونسرق منه السلاح صح؟ لا طبعا. الواد مرجوشي ومحمد عيد كان عندهم حكايه كده من قيمه شهرين. رحت معاهم جبنا فردين سلاح من واحد اسمه المعلم بدير. صباح الفل. صباح الزفت. احنا بكرة الصبح بإذن الله ساعة عصاري كده نعتمد الطريق نص ساعة نوصل ساعة زمن نخلص المسائل. بس احنا كده هنبقى محتاجين مواصلة. طب ما احنا ممكن نروح بأوبر.
هو بدير ده بعيد ولو قريب ولو في اخر الشارع يا عمرو هنروح نجيب سلاح بتاكسي. انت متخلف يا ابني. انا اسف. سوري يا عم. اقتراح يا صالح. مجرد اقتراح. ولا عايز ايه؟ ابوك بجد واخد العربيتهم جراشه ولا انت بتشتغلنا يا جدعان؟ والله العظيم يا جدعان حلفت لكم والله العظيم ثلاثه ابويا معاقدني وساحب كل العربيات حاططها في المصنع. مفيش بره غير سامي يا جمال. سامي جمال مين؟ سامي جمال الفنانة. سامي يا جمال. انت يا ابني سامي يا جمال. يا ابني الرحافة. انت متخلف يا ابني. ايه اللي بتقوله ده يا جماعة؟ ابويا واحد طول عمره بيحب سامي يا جمال. يعني اتجوز على امك يعني؟ مرات ابوه سامي يا جمال. يا جماعة ابويا معجب بسامي يا جمال، يعني بيك فان لسامي يا جمال، فاشترى العربية بتاعتها من مزاد. يا اختي حبيبي يا فنان، والعربية دي بتمشي ولا لا؟ بترقص. لا يا حبيبي، العربية بتمشي وابويا محافظ عليها، ويكون في علمكم انتوا الاتنين العربية دي تحديدا مش هينفع نلمسها ولا نيجي ناحيتها، لانها لو خدت خربوش ولا جه عليها ذرة تراب هتطير فيها رقبتي. نهار اسود على الغباوة. ليه يا صعلوك؟ ليه عرفت على الرئيس ده؟ ايه وهيفتحها ازاي ويشوف شغل الراجل فيه ايه؟ ايه دي هواير عشان نصلح. خف ايدك شويه. انت صعبك يا نجم بقى. خف ايدك شويه. معلش يعني دي هواير 20 جنيه؟ ركز بس معايا انت. ركز معايا. دورك في المهمه جاي يا بطل. انا معتمد عليك اعتماد كلي. بكره رايحين نجيب السلاح. عايزك تجيب 40,000 جنيه. نعم. هجيبهم منين دول يا صالح؟ من ضرب الشرابات اللي امك بتشيل فيه الفلوس. صالح مش هينفع يا جماعه. ابويا لا. ايه ده صالح؟ هو انت عرفت منين ان امي بتشيل الفلوس في دولاب الشرابات؟ صالح انت بتفتش في دولاب امي؟ انت اهبل يا عمرو. انت اللي قايل لي احنا بنلعب كوره. صالح احنا كنا بنلعب كوره واحنا في ثانيه ثانوي. انت فاكرها من ساعتها؟ صالح انت كنت عايز تسرقنا. لا مش للدرجه دي. لا كنت عايز تسرقنا. ركز معايا بس يا عمور. دلوقتي هنجيب الفلوس منين طيب؟ بالراحه يا تعمل ايه يا بتنسى؟ بالراحه. الله بكسر التابلو عشان اطلع سكتير الكونتاج. بيكسر التابلو. دي حاجه بامير. بتكلفي بامير. ركز معايا. انت نصيبك في العمليه كام؟ 3 مليون. غلط. 3 مليون و90,000. 40,000 بتوع السلاح و50,000 بتوع البورصه. ها صح. شفت اللي فاكر فلوس البورصه ازاي؟ عشان تعرف ان حقنا صح. قول للغبي ده بالراحه. بالراحه. دارت يا سيع. راحة بالراحة. بس 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 استنى ده المكان. انت متأكد؟ ايوه طبعا متأكد. والمعلم بدير هناك مستنينا اهو. مش بقولك ده حبيبي. طيب عمور خليك انت هنا من دور العربية. ها مش هتأخر ان شاء الله. خدوا بالكم من نفسكم. ها يا رب. حاضر. يا رب. يلا في حفظ المولى عز وجل. اصطباحتك لبن يا معلم بدير. فينك يا راجل؟ والله ليك وحشة. مش معلم بدير. معلم بدير مستنيكوا جوه. سبحان الله شبهه بالملي. بجد؟ اه والله. نشوف. خش معلم بدير. اصطباحتك لبن. ايه يا راجل ما بتسألش ليه؟ مش انا المعلم بدير. تعال معايا على جوه. والله شبهه بالملي برضه. والمصحف الشريف شبهه بالملي. خش يا معلم بدير. في ناس عاوزينك. يا نهار اسود، ده المعلم بدير؟ اه هو. طب وده في حد شبهه في الدنيا؟ معلم بدير عم تجار السلاح في بر مصر تمن. ايه يا راجل والله ليك وحشه. انت مين يا عود؟ مش المعلم بدير برضك؟ يا نهار اسود، انت جاي تشبه هنا؟ اسكت بقى خالص. لا مؤاخذه سيد المعلمين، احنا كنا عايزين كام حته سلاح كده. عايزهم ايه؟ انت عندك ايه؟ اجيب لك المين وانت تختار. يا ريت والله. انت جاي ستاربكس يا حمك؟ خلص يا عود. عندي طبنجات وعندي آلي. هات لنا 2 طبنجة وواحد آلي بس كومبو. وتطلع كريسبي. هات لهم يا اللي هم عايزينه. هات يا عم انت بتفهم الحاجات دي. ايه ده يا ناد؟ ايه؟ مدينا بضاعة بايظة ولاد الكلب. بايظة ازاي يعني؟ اهو والله تقعد تدهوس عليه ما بيضربش طلق. تدهوز؟ ايه اللغه دي؟ عشان انت حمار وجاهل مش فاهم حاجه ما تلعبش فيها. يعني انت اللي فاهم قوي. ايوه ده اسمه زور الامان. ده تعمله كده بكافئه. يا
ni la via come fa ni la ma tu fa me mia nega يا نهار اسود يا نهار اسود احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا ربي ايه اللي وصلنا لكده قتله احنا بقينا قتله صالح قتله قتله بطل يا شغل الحريم والولوله ده في عرتنا اخلص ياد لا اقسم بالله هضربك بالرصاص صحيح فين السلاح السلاح هناك مكان زي ما هو احسن هات الفلوس طيب لا الفلوس جنب السلاح احنا من الخضه والهويه جرينا يا نهار اسود يا نهار اسود لا سلاح ولا فلوس لا سلاح ولا فلوس احنا ضربنا احنا رجعنا سلام اقول لك دي نفسين دي نفسها عشان يروق كده خد يا عماده المخدرات دي صح؟ هات ادوني مخدرات ادوني حقن شكوني ابر عشان نبقى مدمنين وحراميه وقتله المهم بس دلوقتي يا اخوانا هنجيب السلاح منين؟ صباحه ابيض لا السؤال مش كده السؤال هنجيب فلوس السلاح منين؟ ايوه ايوه انا بقى مستنى اسمعها دي هنجيب فلوس السلاح منين؟ من عند امك ده عند امك انا مش هدفع مليم تاني جرايه يا عمرو انت هتدفع عشان معاك الفلوس انا تعبت قوي يا صاحبي تعبت قوي يا عم قوم الحوار ده حوار يا اول طب خلاص خلاص يا عمو خلاص ايه ده بقى خلاص مش الجنب بتعيط بقى خلاص قلنا ايه خلاص معلش هو انت تعبت لوحدك يا عمرو ما انت تعبت وانا تعبت هنيجي دلوقتي والنخ بدأنا مشوار نكمله للاخر يا جماعه يعني لو فيها مشكله انا ممكن اروح لرجاله المعلم بدير وهم حبايبي يعني مش هياكلوا حقي انت تخلص خالص يا ابني الجزمه بقول كل اللي حصل ده بسببك ده انت قاعد تشبه على راجل لغايه ما مات خلاص هو الواد ده هيتصرف الفلوس وانا هتصرف السلاح تيجي تيجي يا هوا ما تيجي 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 نتعلم سوا ما تيجي 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 يا هوا تعالى ما تيجي تيجي نتعلم سوا ابو دنيا طعم بينا هنا في تلتة تاني عايزة شقلاطة وزروطة يلا بينا نهيس سموت منور الدنيا حبيب القلوب انت فين يا غزال موجودة هي زعبوب يعني هروح فين يا قلب الزعبوب من جوه طب بقولك ايه سعيد باشا قاعد على ترابيزته يغرد وحيدا محتاج لك جامد شكله كده مجروح ونعمل له ايه تغيري له هالجر انها الخطيئة العامي وريهم يا لوس بالشوكولاتة تعالي يا فروطة الله على دماغك يا نجم نظبط نفسنا نسوان وخمره عشان نعرف التكتيك العمليه ايه اللي وصلنا لكده بس يا صالح ايه اللي وصلنا لكده بقول لك ايه ابوس ايدك يا تهمد وتسكت تطلع بره تستنانا وتجيب الفلوس لا بقول لك ايه انا هدي الفلوس للكاشير بنفسي واستلم السلاح بالرسيد ابو الزعبوب ابو الزعبيب ابو الزعبيب حبيب صلوحه بتحبني ولا عادي؟ عادي، أنت بتحبني ولا عادي؟ أقل من عادي حبيبي قلبي، كنت عاوزك في مصلحة كده ثانية واحدة، قبل أي كلمات مش تعرفني على مجالك؟ آه مؤاخذة عمور زميل الشغل هاي ازيك يا حمامة؟ سلام زيرو زيرو أهو دي الأسامي بيشتغل إيه؟ بشتغل نفسي يا عمنا هو هيشقى؟ الله انت جايبنا تهزنا ولا ايه يا عم صالح؟ كده هيشقى وانا الجرداد عندي اغبياء على نفسهم يا عمنا ايه عند الجرأة دي جت منين في بقك ده؟ اوعى كده خليك معايا بس معلمين ثانية واحدة ابو دنيا نزل لي الوجب المخصوص بتاعي في المقصورة الرئيسية منور يا صلوحة منور يا حمامة ثانك يو نورك والله يا سيدي المعلمين بقول لك ايه احنا كنا مزنوقين في حوار كده محتاجين سلاح حبيبي عايز كام فردة؟ ثلاث حتت بس كده عفيفي منورينا يا رجاله فيفي مسؤوله الامداد والتموين بقول لك ايه هتخطفي رجلك لحد الاوضه بتاعتي هتمدي ايدك تحت الكنبه وتجيبي لي ثلاث فرافل ما تلعبيش في حاجه عينيا ثواني يا استاذ فيفي
عرفيني بالمرة على أصحابك. أنت تأمر. سؤال والنبي. نعم. اللفيفة دي بتتكتب كلمة واحدة ولا كلمتين زي بيبي؟ كلمتين. أحب اللي بان واللي ما بانش. جاي لك يا سفلة.